مساء الخير وأهلا بكم في أحوال الطقس. يتواصل الطقس اليوم كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب. وقد أكد المهندس الأول في المعهد الوطني للرصد الجوي أنه من المنتظر نزول الغيث النافع في شمال البلاد ووسطها إلى حدود فجر الغد. وأضاف أن الأمطار هطلت في عدد من ولايات الجمهورية بكمية إيجابية متفاوتة والبحر كان مضطربا. أما درجة الحرارة لهذا اليوم كانت بالعاصمة 25 درجة، نابل 26 درجة، بنزرت 24 درجة، وسليانة 25 درجة. التوقعات الجوية اليوم الخميس: سحب عابرة بأغلب الجهات، كثيفة ومؤقتا رعدية مع بعض الأمطار بالشمال والمناطق الساحلية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد، وتتجاوز مؤقتا 70 كم في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون مضطربا. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا، الحرارة في انخفاض مستمر خاصة بالمناطق الغربية مع أجواء مشمسة ودافئة بكافة البلدان. ودرجة الحرارة تكون بالقاهرة 34 درجة، بنغازي 38 درجة، الجزائر 28 درجة و27 درجة بكل من الرباط والدار البيضاء. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية، سحب رعدية بالخرطوم مع أجواء مشمسة بكامل الجزيرة العربية، والحرارة مستقرة والرطوبة ملائمة. ودرجة الحرارة تكون في الرياض 41 درجة، صنعاء 29 درجة، مكة المكرمة 41 درجة، دمشق 35 درجة، والقدس 28 درجة. نمر إلى أوروبا، الحرارة في انخفاض إلا أن الطقس يظل مشمسا بأغلب بلدان القارة بعد تراجع الغيوم الكثيفة والعواصف الرعدية. ودرجة الحرارة تكون بودابست 29 درجة، باريس 26 درجة، بروكسل 27 درجة، وأمستردام 26 درجة. إلى شمال أمريكا، تهدأ الأجواء بعد الأعاصير الهائلة التي ضربت السواحل الجنوبية للولايات المتحدة، وطقس مشمس ودافئ. ودرجة الحرارة تسجل موريال 29 درجة، واشنطن 35 درجة، وسان فرانسيسكو 20 درجة. التوقعات الجوية الأيام الثلاثة القادمة بتونس: سحب عابرة على كامل البلاد، كثيفة بالشمال والسواحل الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة في معتدلة، والبحر يكون قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة الخميس بين 26 و 34 درجة، الجمعة بين 26 و 34 درجة، ويوم السبت بين 28 و 35 درجة. غدا الخميس الثامن من سبتمبر يكون الشروق على الساعة 5:56 دقيقة، والغروب الساعة 6:37 دقيقة. صوت الشروق أرسلها لنا أوس المجري من تركيا، أما صوت الغروب فتصلنا من المهدية لملك كريد. ننتظر تفاعلكم عبر انستغرام التاسعة وإلى فيديو اليوم الذي يجسد شلل الحركة المرورية وسط العاصمة بعد الأمطار الغزيرة صباح اليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. Thank you.